احنا اليوم كنتواجد مع الاخوان ديالنا في هذا اللقاء على المشاكل ديال الدعم للجمعيات، وبصراحه ان بالنسبه لنا احنا بغينا نفهموا شي حوايج، لان كاين شي جمعيات كيستافدوا شي جمعيات ما كيستافدوش. بغينا نعرفوا ان شكون هما اللي يعني ان شكون هاد الناس اللي هما واش عندهم في واحد المستوى اللي هو مزيان، ان عندهم امكانيات، عندهم جمعيات كبار عندهم ولا عندهم جمعيات صغار. بغينا نفهموا، المهم بغينا نفهموا ان شكون هما اللي خصهم يستافدوا من هذه الجمعيات. بالنسبه لنا حنا كجمعيه اخلاص لداء السكري، عندنا اكثر من 60 طبيب اللي معنا، وعندنا رياض كنديروا الفحوصات اليوميه، ولكن للاسف ما الجهه ما عطاتنا حتى حاجه، رغم ان هضرنا مع الاخوان واعطيناهم عبرنا على الاعمال اللي كنديروه والفحوصات اليوميه اللي كنقوموا بها، ولكن للاسف ما عطاوناش. وحتى سميتو الجامعه كيعطي واحد الدعم اللي هو هزيل جدا، يعني ما يعطيك 2 مليون وانت على الاقل كدير كتصرف واحد 25 مليون عاد، لان الادويه والفحوصات اللي كدير هذا الا جيتي تجمع القيمه ديال العام كامل كطيح لك واحد 80 مليون ما بين الفحوصات، لان ملي كدير ان غير 30 فرنك لكل مريض، غير 10 ديال الناس دوزهم في كل في اليوم المده ديال 5 ايام، شوف الحاصله شحال غادي توصل. يعني ان هذه حنا بالنسبه لنا حنا كنشوفوا بالنسبه لنا حنا ما كيعاونوناش ما كيشجعوناش، جانا احباط بالنسبه للجهه، لان ما يمكنش ان لا يعقل ان انت كتعمل واحد العمل جبار مع المجتمع مع الناس المصابين بداء السكري والناس اللي ما عندهمش. كاينين الاحياء الشعبيه اللي كتشوف ان فاس جديد مولى عبد الله الملاح بن دباب، المناطق اللي هي مساكن ضعفاء ما كيلقاش باش يشري شوكه، ولكن كتلقى الجهه ان ما تعاونكش حتى بتبتي حاجه، راه زعما هذا كنعتبره حنا اقصاء بالنسبه للجمعيات الكبار. بالنسبه لنا ان كجمعيه كبيره ان كنحسبوا راسنا بان كيقصيونا، وكنشوفوا ان بالنسبه حتى للجامعات اللي هما كيعطيو واحد 2 مليون ان كيعطي لجمعيه كبيره وهي ديجا غير ما وضوا الكرا والكتيبه والمسائل كطيح لك ديك 4 المليون ولا شي حاجه، زعما عيب عيب ان زعما الانسان يكون في هذا المستوى. وحنا كنقولوا ان كاينه وصلنا لواحد يعني ان قلنا 2018 غتكون الحكمه ويكونوا الناس اللي غادي يتعاملوا مع المجتمع المدني، ولكن للاسف